أقيمت تحت رعاية صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين ممتلكات وصندوق العمل تمكين مسابقة أفضل ستارت أب للعام، وتم الإعلان عن فوز شركتي لوموفاي وإيرلي رايزر. وبموجب ذلك ستحصل الشركتين على استثمار مباشر من ممتلكات وفق ضوابط وشروط محددة. تتويجا للجهود المشتركة بين ممتلكات وتمكين بهدف دعم رواد الأعمال في البحرين والاستثمار في مشاريعهم المبتكرة، تجسد ذلك في مسابقة أفضل ستارت أب للعام من أجل الاستثمار محليا بالشراكة مع القطاع الخاص ولتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال دعم الابتكار. جولة ستارت أب أوف ذا يير فكرتها أن طبعاً إحنا هي مبادرة بدأنا فيها في العام الماضي. الفكرة أن يشاركوا بمشاركة من الشركات الناشئة، يتم تدريبهم على فن العرض أمام المستثمرين، ويطرحون فكرة أن هم يحصلون على مستثمرين ليستثمرون في شركاتهم ويحصلون في النهاية على جائزة بدعم من مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طبعاً المبادرة العام خرجنا فيها 9، كانوا في 9 فائزين في البرنامج، واللي اليوم تنافسوا 4 منهم على أساس يحصلون على لقب ستارت أب أوف ذا يير اللي تستثمر فيهم شركة ممتلكات. مسابقة أفضل ستارت أب للعام تم إطلاقها على ضوء النجاح الكبير الذي حققته مبادرة جولات ستارت أب بحرين خلال العام الماضي، والتي تم تنظيمها بدعم كل من وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية، وذلك تحت مظلة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فخورين ان توفقنا في حق نكون الستارت اب اوف ذا يير، ودائما اقول ان هذه الامور تدفعنا دائما للامام. لوموفاي عباره عن منصه مهارات نساعد طورناها على اساس الذكاء الاصطناعي، نساعد المؤسسات في تشخيص مهارات الموظفين على اساس توجه المؤسسات، على اساس اهداف المؤسسه، على اساس استراتيجيات المؤسسه، على اساس القطاع اللي هم يشتغلون فيه. احنا المصنعين للجرانولا وزبده المكسرات، بس طبعا نوت يور افريج جرانولا او زبده مكسرات. عندنا نكهات مبتكره، عندنا زبده مكسرات بنكهه الكرك والهيل، عندنا الجرانولا بنكهه العقيلي مثلا. طبعا احنا ابتدينا مشروعنا من البيت من ثلاث سنين، وحين نصنع في عندنا معملنا الخاص ونوزع لكل سوبر ماركتات في البحرين. طبعا احنا طموحنا للسنه الجايه ان نوزع منتجاتنا خارج مملكه البحرين، في السعوديه وفي الامارات وفي الكويت وان شاء الله للخليج. وفوزنا اليوم وكون ممتلكات ندش ويانا كمستثمر راح نحقق هذه الاهداف ان شاء الله. الاستثمار في المشاريع المحلية الواعدة من شأنه أن يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة مملكة البحرين الرائدة إقليميا ودوليا كمركز حاضن للابتكار والمشاريع الرائدة، إلى جانب المساهمة في توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية. بهدف دعم الجيل القادم من رواد الأعمال في البحرين والاستثمار في مشاريع مبتكرة، تأتي مسابقة أفضل ستارت أب للعام التي ستسهم في ازدهار المنظومة الريادية وانتعاش القطاع الخاص بشكل عام. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.